أسرة الدفاع جزء من هذا الشعب، وضرورة احترام الدستور ورفض التمديد أبرز شعارات المحامين الذين يواصلون تنظيم وقفاتهم السلمية دعما للحراك الشعبي. مع إرادة الشعب، وذلك ناتج من ماذا؟ ناتج من كون أن الوطن يمر بمرحلة حاسمة، أريد أن يجسد على إرادة المواطنين والوطن ممارسات غير دستورية تسلب منه حرية القرار وحرية تقرير مصيره. الأمر لم ينتهي هنا، فبعد مسيرتهم في العديد من الولايات المحامون يدعون للخروج هذا الجمعة ملتحفين جبابهم السوداء للمسير جنبا إلى جنب مع الشعب. نادى على وقفة غدوة في البريد المركزي بالجبة السوداء على أن يعبر التحامه مع مطالب المشروع للشعب، باهي يفهم الشعب باللي مهنة المحاماة هي في خدمة الشعب وراي واقفة مع إرادة الشعب وما يمليه الشعب من اختيار يتماشى مع حقوقه وطموحاته وقيم التي ضحى من أجلها وما زال يضحي من أجلها بالوقفات هذه. الحراك الشعبي السلمي أصبح أكثر قوة وتنظيما لتحقيق مطالبه، قطاعات كثيرة انضمت إليه والصوت واحد، التغيير الجذري والشامل ورفض التمديد وضرورة احترام الدستور وتجسيد مطالب الجزائريين.